مباراة الأهلي والإسماعيلي مباراة كانت قوية ومهمة جدا في مشوار النادي الأهلي نحو الحفاظ على اللقب. خلاص ناقص خطوة على تحقيق البطولة بإذن الله المفضلة لجمهور النادي الأهلي، هتبقى البطولة رقم 42. الخطوة بتتمثل في إنك إن شاء الله تكسب مباراة الاتحاد يوم الاثنين، أو يكسب الإنتاج نادي الزمالك في مباراتهم بكرة عشان تبقى رسميا النادي الأهلي بطلا لبطولة الدوري للمرة الخامسة على التوالي والمرة رقم 42 في تاريخه. وأكيد إنجاز جيد جدا جدا في خصوص تحديدا الأرقام القياسية اللي بتتحقق هذا الموسم مع الجهاز الفني بقيادة مستر ريني فايلر، وأيضا في تواجد مجموعة جيدة جدا من اللاعبين وأكيد المسؤولين اللي كان ليهم دور كبير جدا في تحقيق هذه البطولة. لكن في الحقيقة كان الله في عون كل من يحلم بالمنافسة مع النادي الأهلي على بطولة الدوري. يعني لك أن تتخيل الأهلي واخد 41 بطولة لحد دلوقتي، إن شاء الله يوم الاثنين تبقى رقم 42، تمام؟ وأقرب منافس ليه 12 أو 13 بطولة اللي هو نادي الزمالك. الجاب بعيد قوي يا جماعة، الجاب واضح جدا مع كامل الاحترام والتقدير طبعا نادي الزمالك وجماهيره، لكن احنا بنتكلم في شكل منافسة وشكل بطولة وعلى مدار سنوات كتير وفي ظل ظروف دايما بتبقى مختلفة. يعني تعالى كده نتكلم على السنة اللي فاتت، معلش نتكلم على السنة اللي فاتت شوية. كان الأهلي متأخر في جدول الترتيب بفارق كام نقطة؟ 17 18 20 فترة من الفترات كلام من ده، بيرجع برضه الأهلي ياخد الدوري. السنة دي الأهلي فارق ب 20 نقطة وبياخد الدوري. بعض السنوات الأخرى بيحصل بعض الظروف والناس كلها بتبقى مستهدفة إن إزاي الأهلي يخسر الدوري، ومع ذلك الأهلي بياخد الدوري. في كل الأحوال في كل الأحوال الأهلي نادرا، ودي حقيقة والكلمة في محلها بصراحة، نادرا لما بيخسر بطولة الدوري تحت أي ظرف من الظروف. ليه بقى الكلام ده بيبقى ليه؟ بيبقى عشان شخصية البطل. شخصية البطل دي مش سهلة، يعني أنت ممكن تقعد تشتري في لعيبة، تقعد تشتري في جهاز فني وناس جامدة قوي وكلام من ده، بس عمرك ما هيبقى عندك الشخصية اللي تقدر من خلالها تحقق ألقاب. ممكن تحقق بطولة، حرس الحدود مثلا خد سوبر، خد كأس مصر وكده، مع احترامنا ليهم يعني، لكن مش أي نادي عنده شخصية النادي الأهلي، مع مش أي نادي عنده طموح الأهلي بجمهور، مش أي نادي عنده جمهور النادي الأهلي. هتقدر تشتري وهتقدر تعمل اللي أنت عايزه، لكن عمرك ما هتقدر تشتري التاريخ. فدي جزئية بتميز دايما النادي الأهلي، عنده تاريخ كبير جدا، هو الفريق الأول في مصر وأكتر فريق حصدا للألقاب المحلية. هتروح أفريقيا هو أكتر فريق حصدا للألقاب الأفريقية. في كل الأحوال في كل الأحوال الأهلي بطل. الناس تحالفت على النادي الأهلي، الناس استهدفت النادي الأهلي، الناس اتكلمت على مشاكل جوه النادي الأهلي وحاولت إن هي تضخمها وتكبر الأمور عشان تأثر على النادي الأهلي. الأهلي ما بيتأثرش، لأن الناس في الحقيقة سواء بقى اللي موجودين دلوقتي او اللي كانوا موجودين على مدار الاجيال السابقه او اللي هيبقوا موجودين على مدار الاجيال القادمه باذن الله تعالى، هم عندهم سيستم يا جماعه. الموضوع بسيط، سيستم بيبقى محطوط لك بتفضل ماشي عليه. اتغيرت مجالس الادارات، اتغيرت الاشخاص، اتغيرت الاجهزه الفنيه، اللاعبين، هو السيستم ده اللي بيقودك دايما للنجاح، والمبادئ هي دايما اللي بتقودك للنجاح. والناس كتير جدا بيضايقها كلمه المبادئ والقيم، لا يا جماعه ده امر واقع. رجعوا كده التاريخ، رجعوا كده المواقف، هتلاقوا ان اكتر حاجه بتميز النادي الاهلي مبادئه وقيمه وقراراته اللي دايما بتعلي مصلحه النادي الاهلي على الجميع. فده اللي بيبقى اهم، وده اللي بيقدر من خلاله النادي الاهلي يحقق البطولات. نادي القرن، وان شاء الله القرن الجديد هيكون النادي الاهلي هو بطل القرن باذن الله. فالجيل الحالي محظوظ والجيل الجديد كمان محظوظ لانه شايف النادي الاهلي بطل القرن، وباذن الله بخصوص البطولات الكتيره اللي بيحققها النادي الاهلي سواء افريقيا او محليا يفضل هو بطل القرن الجديد كمان. ففي كل الاحوال احنا مش هنستعجل ان احنا نبارك لبعض، احنا دايما مستنيين الاهلي يحسم اللقب بشكل رسمي، بننتظر لاخر اللحظات، وبمجرد حسم اللقب نقدر نبارك لبعض باذن الله تعالى بفوز النادي الاهلي ببطوله الدوري رقم 42 في تاريخه. ومش بس دي النقطه اللي هيقف عندها النادي الاهلي، دايما النادي الاهلي بينافس على مختلف الالقاب عشان يرضي طموح جمهوره اللي طموحه بلا حدود. فباذن الله تعالى كمان عندنا اللقب الافريقي صعب جدا بالمناسبه، صعب جدا جدا في ظل تواجد فرق كبيره في دور نصف النهائي، زمالك وداد رجاء، لكن انت قادر باذن الله بشخصيتك وبتركيزك وبادائك المرتفع اللي بيتدرج نحو الارتفاع تدريجيا بشكل مميز جدا تقدر ان انت تحقق بطوله دوري ابطال افريقيا رغم صعوبتها الكبيره. لكن احنا مشينا خطوه خطوه، نفرح باذن الله ببطوله الدوري،
وبعد كده نركز في التحدي الافريقي اللي تم تاجيله لمنتصف شهر اكتوبر باذن الله تعالى. اداء الاهلي